اللي في الصورة دي اسمها روجينا، طفلة عندها 5 سنين. لقوها جثة ملفوفة في حتة قماش في محافظة الدقهلية، محطوطة جنب المصرف الصحي. ولما بعتوا الجثة دي للطب الشرعي علشان يعرفوا دي مين وماتت ازاي، الأدلة الجنائية والطب الشرعي بيكشف عن أقذر قضية ممكن تسمع عنها في حياتك. 2022 في مدينة أجا في محافظة الدقهلية، الأهالي يلاقوا جثة طفلة ملفوفة ومرمية جنب المصرف الصحي. الأهالي يبلغوا الأمن علشان الأمن يوصل ويشوف المعاينة المبدئية لجثة طفلة عندها من 4 لـ5 سنين وعليها آثار تعذيب وحرق جامد جدا. فتم إرسال الجثة للطب الشرعي وتم تفريغ كل كاميرات المراقبة المتوفرة في المنطقة علشان يعرفوا مين اللي عمل كده. كل بلاغات الاختفاء في نفس التوقيت، مفيش منهم بلاغ بيقول اختفاء طفلة عندها حوالي 5 سنين، ومفيش بلاغ بتطابق المواصفات بتاعته بنفس مواصفات البنت اللي لقوها. جثة البنت اللي لقوها كانت جميلة جدا، وكانت لابسة هدومها كاملة، وبتبدأ مرحلة البحث عن السر ورا الجثة دي. مع تفريغ كاميرات المراقبة اتضح ان في عربية وصلت لنفس المكان الساعة 11 بالليل، ونزل منها فردين وفتحوا شنطة العربية وطلعوا منها جثة الطفلة وسابوها في المكان اللي الأهالي لقوها فيه. وبعد فحص كل بلاغات تغيب الأطفال داخل محافظة الدقهلية في نفس التوقيت ده، اكتشف رجال الأمن إن مفيش أي بلاغ يتطابق مع مواصفات الجثة دي. وهنا بدأت شكوك رجال الأمن إن الطفلة دي أصلا مش من محافظة الدقهلية، وده اللي أكدته كاميرات المراقبة اللي اتضح إن العربية اللي رمت جثة الطفلة عند المصرف الصحي بعد تتبع تحركها اتضح انها وصلت القاهرة، وده معناه ان الجريمة اصلا حصلت خارج محافظة الدقهلية. ويوصل في نفس التوقيت تقرير الطب الشرعي اللي بيقول ان الطفلة دي تعرضت لتعذيب قوي جدا، وان اثار الحروق واضحة جدا على جسمها، منها اثار حروق لطفي سجاير، ومنها استخدام الات معدنية مسخنة، وكان الواضح منها استخدام المعالق الخاصة بالاكل يتم تسخينها وتم حرق الطفلة بيها. وهنا واضح ان الطفلة دي تعرضت لتعذيب قوي جدا. لكن تقرير الطب الشرعي اثبت كمان ان الطفلة دي توفت بسبب نقص الاكسجين الجامد، وده معناه ان الطفلة كانت موجودة في مكان مقفول والفترة طويلة، وان الوفاة نفسها ممرش عليها اكتر من 24 ساعة. والمفاجأة كمان ان هم اكتشفوا ان العربية اللي رمت جثة الطفلة عند المصرف الصحي هي عربية مسروقة. فكان السؤال، هل تم سرقة العربية دي علشان يتم نقل الجثة دي للمكان ده، ولا الموضوع وراه سر؟ وفي نفس التوقيت رجال الامن في محافظة الجيزة بيلاقوا بلاغ بيقدمه والد طفلة باختفاء بنته من اكتر من 10 ايام من قبل ما يلاقوا جثة الطفلة، وان مواصفات الطفلة الموجودة في بلاغ الاختفاء يتطابق بنسبة كبيرة مع الجثة اللي لقوها. رجال الامن في محافظة الجيزة طلبوا صورة من جثة الطفلة اللي لقوها في محافظة الدقهلية، وتم استدعاء مقدم البلاغ وعرضوا عليه الصورة علشان الشخص ده يتعرف على الطفلة دي ويقول ان اسمها روجينا وانها بنته، وانه عمل بلاغ الاختفاء لانه مش عارف يوصل لها تماما، هو ووالدتها منفصلين من فترة طويلة، وانه لما حاول يوصل لوالدتها علشان يسأل على بنته ما كانش ليها اي اثر. وهنا بدأت شكوك رجال الامن تروح حوالين الاب والام، اكيد حد فيهم هو السبب في الجريمة دي. وبعد تتبع العربية المسروقة اللي رمت جثة الطفلة روجينا في المنصورة، قدر رجال الامن يقبض على الشخصين اللي كانوا راكبين العربية دي، واتضح ان الشخصين دول شغالين ضمن تشكيل عصابي كبير متخصص في سرقة العربيات، وتحديدا العربيات اللي بتعمل عبر التطبيقات الذكية. بيطلبوا رحلة من خلال الابليكيشن، واول ما العربية توصل لحد عندهم بيكونوا مرتبين طريقة سرقة العربية والتخلص من قائد السيارة وسرقة العربية بطريقة احترافية جدا. ولكن ايه اللي يخلي تشكيل عصابي متخصص في سرقة العربيات ان يقتل الطفلة اللي عرفنا ان اسمها روجينا؟ ولما رجال الامن ضيقوا التحقيقات على الشخصين اللي تم القبض عليهم، الشخصين قالوا لهم ان اللي طلب منهم يعملوا كده هو زعيم العصابة واسمه محمد، والشخصين دول اعترفوا على المكان اللي موجود فيه محمد والتشكيل العصابي كامل. وصل رجال الامن على العنوان اللي الشخصين دول قالوا لهم عليه، ولما وصلوا هناك لقوا زعيم العصابة محمد، ولقوا ست اسمها شيماء وطلعت هي والدة روجينا، ولقوا كمان ست تانية هي مرات محمد، ولقوا ست تالتة هي مرات اخو محمد، ولقوا اخو محمد.
وإن كلهم عايشين في نفس البيت وكلهم بيعملوا في نفس التشكيل العصابي المتخصص في سرقة العربيات، وإن شيماء والدة روجينا هي واحدة من التشكيل العصابي ده. واتضح من خلال التحقيقات إن شيماء والدة روجينا بعد طلاقها كانت بتاخد روجينا معاها في كل زياراتها سواء لأصحابها أو للعيلة، وكانت ملازمة ليها في كل مكان، وإن شيماء انضمت للتشكيل العصابي ده ولكن كان ليهم بعض الطقوس الغريبة. والطقوس دي بدأت لما مرات محمد اللي هو زعيم العصابة عرضت عليها ان هم يعملوا حفلة جنس جماعي يشارك فيها كل اعضاء العصابة في نفس البيت. وشيماء ولانها اصلا شيطان من جواها وافقت على ممارسة الجنس الجماعي، والكلام ده كان بيحصل قدام بنتها روجينا. لكن شيماء اللي هي امها بدأت تلاحظ ان روجينا بتقلدها بحركات او بكلمات قدام قرايبهم بشكل عام، فبدأت تخاف ان بنتها تفضحها قدامها. تحديدا انها بقت تقول كلام بدأ الاهالي والاقارب يشكوا في سلوك شيماء وانها بتعمل حاجة غلط. فشيماء خافت ان بنتها تفضحها فراحت لمحمد زعيم العصابة وحكت له على اللي حصل، فقال لها ان هو هيتصرف. وبدأ محمد يضرب البنت ويعذبها قدام امها وقدام كل الناس، وبدأ يطفي فيها السجاير ويحرقها بآلات معدنية مسخنة، وده زي ما تقرير الطب الشرعي قال. وكان التعذيب القوي ده بيحصل قدام امها كل يوم. لكن روجينا وبرغم كل التعذيب اللي حصل ده الا انها طفلة صغيرة ومش مستوعبة، فكانت برضو ممكن تكرر نفس الكلام او تعمل نفس الحركات اللي امها بتعملها. لحد ما وصلوا في يوم في واحدة من حفلات الجنس الجماعي اللي كانوا بيعملوها في البيت، كانت البنت بتلعب وصوتها عالي وعمل لهم دوشة، فمحمد قرر ان هو هيتخلص منها، وده كان بمباركة وموافقة امها. فطلب محمد من الاتنين المساعدين اللي معاه بعد تعذيب البنت وحرقها ان هم يحطوها في شنطة العربية ويقفلوا عليها، وسابوها جوه الشنطة لمدة 6 ساعات. وبعد ال6 ساعات فتحوا الشنطة لقوها لسه عايشة لكن في حالة اعياء شديد. تم غلق صندوق الشنطة عليها تاني وسابوها لمدة 1.5 يوم. وبعد مرور اكتر من 40 ساعة والبنت جوه شنطة العربية ومقفول عليها، فتحوا الشنطة علشان يلاقوا البنت ماتت خلاص. في نفس الوقت ده ام روجينا اللي هي شيماء كانت بتمارس يومها عادي وبشكل طبيعي وكأن بنتها مش موجودة في شنطة العربية. وبعد ما محمد رئيس العصابة اتأكد ان البنت ماتت، طلب من الاثنين المساعدين اللي معاه ان هم ياخدوا جثة الطفلة من محافظة الجيزة ويسافروا لمكان بعيد علشان يسيبوا الجثة هناك ويشتتوا رجال الامن وما يعرفوش يقبضوا عليهم. سافروا على محافظة الدقهلية واختاروا مدينة اسمها اجا، وسابوا جثة الطفلة عند مصرف صحي هناك. وكل الاحداث اللي بنحكيها دي كانت بموافقة ومباركة الام. وللأسف لما نقول عليها ام، خلال محاكمة شيماء وافراد العصابة كان دايما قاضي المحاكمة بيسأل شيماء بشكل متكرر: انت متأكدة انك امها؟ وتم اصدار حكم الاعدام على شيماء وعلى محمد رئيس العصابة وبعض الاحكام المشددة المختلفة على باقي افراد العصابة. ربنا يرحم الطفلة ويصبر ابوها. سلام عليكم.